حبينا اليوم نوريه انه الانتهاكات تشمل الناس كل مهما كانت توجهاتهم السياسيه والى درجه الامبليكاسيون تاعهم في الحياه السياسيه ولا المدنيه. كما تشوف الانتهاكات شملت سياسيين كانوا قيادات في فتره ما، ثم صحفيين موجودين في وسائل اعلام يعني معروفه، كما نشطاء مدنيين وكذلك مواطنين عاديين اللي هما ينجم يكونوا حتى لقاو حدفهم جراء انتهاكات بوليسيه ولا جراء عنف بوليسي. حبينا اليوم نوريه انه الانتهاكات راهي تمس الناس الكل، اذا كان عندنا قوانين جاريه وتمس من حريه التعبير فالناس الكل راهي متعرضه للخطر هذايا. فما ناس موجوده في الحبس، كما فما ناس مازالت تعلق بها قضايا وهي في حاله صراح، كما فما ناس للاسف ماتوا جراء الانتهاكات هذايا. هذا النظام عنده اهداف من خلال الانتهاكات، مش ينتهك قاعد ينتهك على الجو، هو يضرب داخل المجتمع كل الاليات الفعل اللي تنجم تكون موجوده او تنجم تكون فعل معارض ضد السياسات اللي قاعد يقوم بها. وقت اللي يضرب النقابيين اكيد بالضروره انه داخل على اصلاحات اجتماعيه باش تضرب قوه التوانسه، وقت اللي يضرب السياسيين لانه فاهمين انه خطاب هذا خطاب للتوجيه لاستفراد بالسلطه والبقاء فيها، فبالتالي ضرب الاحزاب السياسيه هو هدف انه نضرب كل الاسهم الوسيطه التي يمكن ان تعبر عن المجتمع. في هذا الاطار تجي كل القضايا، التامر، البلفيت، اي موضوع، القانون 54. هذا المرسوم ينسف كل ما ضمنه دستور الجمهوريه التونسيه، يعني في باب الحقوق والحريات يعني نص قانوني في شكل مرسوم يعني يتغلب بين ظفرين يغلب دستور، وهذا ثم معنى المفارقة العجيبة وردة فعل أجهزة الدولة أنه كلما تعلق الأمر بجرائم الرأي كلما تم الالتجاء إلى المرسوم 54. من حيث الشكل هذا المرسوم أريد له أنه يكون مرسوم للجرائم الإلكترونية، يعني مكافحة القرصنة والجرائم المالية على الفضاء الرقمي أو العالم الرقمي وتبييض الأموال مثلا، إلا أنه تطبيق هذا المرسوم لم يتم إلا في جرائم الرأي. نحن ندعو إلى سحب هذا المرسوم أو على الأقل تعديله في فصلين 24 و 25، كما ندعو بالأساس إلى أنه كل جرائم الرأي يتم محاكمتها أو إحالات تتم على موجب المرسوم 115. ظاهرة الإفلات من العقاب موجودة من قبل وزادت تتعزت بقوانين تحمي سواء البوليسية ولا تحمي الموظفين، وحرية التعبير منتهكة صحيح من قبل 2021، ولكن زادت تتعزت بمراسيم جديدة وزادت تتعزت بتطبيق قوانين جديدة وفصول جديدة في المجلة الجزائية، اللي خلينا اليوم عملنا معرض فيه 43 شخصية يعني ضحية. ولكن نحن على والمدة من 2019 رصدنا أكثر من 200 انتهاك، أغلبهم للأسف بعد 2021.